عادي عادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله الفيديو تبعنا يتحدث عن كأس العالم. هل المنتخبات الآسيوية والأفريقية أدت ما عليها أم أنها كانت طفرة بالنسبة للمنتخبات الآسيوية والأفريقية؟ ولكن اليوم سنتحدث عن مباراة اليوم بالذات، مباراة المغرب وإسبانيا. هل كانت مباريات آسيا وأفريقيا مجرد طفرة فقط لغاية في الدور الأول، ولكنها في الدور الثاني كانت لا شيء بالنسبة للمنتخبات الكبيرة؟ ونقول بعنواننا لهذه الحلقة: العيال كبرت في الدور الأول، ولكن في الدور الثاني العيال ما كبرت، العيال صغرت. ونقول المنتخبات الأفريقية والأسيوية لا مجال للصغار في المونديال. خليكم معنا بعد هذا الفاصل. احتفالات المنتخب المغربي كانوا للدور الثاني، الف مبروك المنتخب. جماهير المنتخب المغربي زياش السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بعد الفاصل لنتحدث عن مباريات كأس العالم وماذا حصل للمنتخبات الأفريقية والمنتخبات الآسيوية. نبدأ بالمنتخبات الأفريقية التي والآسيوية التي أبدعت بالدور الأول وهو دور المجموعات، حيث أن المنتخبات الأفريقية والآسيوية كان لها دور كبير في إخراج بعض المنتخبات الكبيرة مثل ألمانيا، خرجت من الدور الأول، بلجيكا خرجت من الدور الأول وغيرها، بولندا تآلت إلى الدور الثاني ولكنها خرجت مع الفرق الكبيرة. الفرق الكبيرة في الدور الثاني كان لها شأن وكان لها كلام آخر مع المنتخبات التي تأهلت إلى الدور الثاني. العيال كبرت في الدور الأول، حيث أن المنتخب السنغال أبدع في الدور الأول، الكاميرون، كوريا الجنوبية، اليابان، المغرب، تونس أخرجت المنتخب الفرنسي، أحرجت المنتخب الفرنسي ولكنه تأهل. ففي الدور الثاني كانت المنتخبات التي تأهلت من آسيا وأفريقيا إلى الدور الثاني كأنها لم تكن في الدور الأول. يعني هكذا أنا بقول إنه في الدور الأول، في الدور الثاني لم تلعب ولم تؤدي إلا اليابان. اليابان التي لعبت يوم أمس مباراة قوية جدا، ولكنها في النهاية لم تستطع أن تستغل الفرصة مع الفريق الذي لعبت معه، وكانت ندا في الشوط الأول والشوط الثاني والثالث والرابع. 120 دقيقة لعبت لعبا يعني يوازي الفريق وطموحاته للوصول إلى دور الثمانية، ولكن ضربات الجزاء لم تفلح بتسجيل هدف ولا هدفا واحدا، وأضاعت 3 أهداف مع كرواتيا. وكرواتيا كانت أفضل في ضربات الجزاء وليست في المباراة. وأيضا هذا الكلام ينطبق على كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية التي لم تعطي أي شيء، حيث المنتخب البرازيلي، وأنا أرشح المنتخب البرازيلي بأن يصل إلى الدور النهائي في هذه الدورة وهي كأس العالم في قطر 2022، حيث تغلبت البرازيل على كوريا 4 أهداف مقابل 1، لم تفعل كما فعلت في الدور الأول. تونس كانت في الدور الأول رائعة، ولكن الحظ لم يحالفها للانتقال إلى الدور الثاني، حيث تغلبت تونس على المنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي الذي أبدع
في الدور الأول حيث فاز بمباراتين وتعادل في مباراة واحدة. نتمنى للفريق المغربي أن يغير كل الصور التي انتقلت إلينا من خلال المنتخبات العربية والمنتخبات الأفريقية الآسيوية والأفريقية، حيث لم يتبقى إلا المنتخب المغربي، وهذا هو الأمل الذي نحن بصدده. يرجع الفرحة إلى الجمهور العربي، لذلك نقول بأن المنتخب المغربي بإذن الله تعالى سيكون له شأن كبير في هذه الدورة، وأنا أتأمل بإذن الله تعالى وأرشح المنتخب المغربي بأدائه الذي قدمه في الدور الأول بأن يكون ندا كبيرا للمنتخب الإسباني اليوم الساعة 5 مساء بتوقيت فلسطين أو بتوقيت قطر. إن شاء الله رب العالمين سيكون لرصيري وزياش وعبد الرزاق كلاما آخر في هذه المباراة، حيث أن المنتخب المغربي متكامل ومعظم نجومه يلعبون بالدوريات الأوروبية، وإن شاء الله سيكون المنتخب المغربي عند حسن ظن جمهوره، ونحن كمشجعين للمنتخب المغربي نتأمل بأن يكون المنتخب المغربي قادرا على تسجيل الأهداف وقادرا على التأهل إلى الدور الثاني وقادرا على التغلب على المنتخب الإسباني في خلال 90 دقيقة من المباراة لعبا وأداء، ويكون هناك حظ للمدرب وليد بإذن الله تعالى في تحقيق الفوز على المنتخب الإسباني القوي، المنتخب الإسباني الماتادور القوي. سيكون إن شاء الله المنتخب المغربي ندا قويا لهذا المنتخب الإسباني القوي. سيكون بإذن الله تعالى المنتخب المغربي أو حتى سيعطي كلمته في النهاية ضد المنتخب الإسباني، وهذا هو أملنا وحلمنا العربي الكبير. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق المنتخب المغربي، ونحن وراءك وراء منتخبك وراء مدربك كمشجعين فلسطينيين وعرب للمنتخب المغربي الشقيق. ونحن الآن سنرى هدف زياش العالمي في منتخب كندا. هدف زياش العالمي، يا الله، توفيق للمنتخب المغربي بإذن الله تعالى، المنتخب الوحيد المتبقي من أفريقيا وآسيا مع المنتخبات الأوروبية والأمريكية. بإذن الله تعالى سيكون المنتخب المغربي مغايرا وأفضل من الدور الأول بإذن الله تعالى. نتمنى كل التوفيق للاعبين المنتخب المغربي الشقيق، ونرفع ويرفعون علم المغرب عاليا وبجانبه العلم الفلسطيني. إلى هنا أيها السادة، نبدأ إن شاء الله رب العالمين، سنكون معكم أول بأول من أرض قطر 2022 كأس العالم بإذن الله تعالى. إلى هنا تنتهي حلقتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتفالات المنتخب المغربي كانوا للدور الثاني، الف مبروك للمنتخب. جماهير المنتخب المغربي زياش